كوستا اللي هو تحت السن اللي بيلعب دلوقتي مدافع في نادي الزمالك. الناس كلها على السوشيال ميديا منبهره بيه واحتفال وطريقه احتفاله مع اللعيبه وبعد اي هدف، حاسس اللي هو معنى البلد يعني اللي هو زملكاوي ومتربي في الزمالك. عايز اعرف بس منك الاول ازاي عرضته على نادي الزمالك واقنعت بيه المسؤولين، وشايف كوستا ازاي مع نادي الزمالك؟ شوف، هو كوستا لعيب متاسس في البرتغال. البرتغال من اكبر المدارس الكرويه في العالم. واحد لعيب اخده بنفيكا حطه في نادي تابع ليه عشان يبقى تحت عينه، عشان يتابعه، عشان حابب ان هو مشروع ليه. احنا وصلنا لاتفاق ان الولد يكون موجود في نادي الزمالك. الانديه بره بتبقى في انديه تابعه ليها عشان طبعا عشان تدي فرصه للاعيبه ان تلعب. فكره الانديه اللي بيعملوها عندنا في مصر اللي هو يبقى في نادي ليه في الدرجه الثالثه والرابعه، دي فكره عاديه زي ما النادي الاهلي عامل الفتره الاخيره. فهم كانوا عاملين الموضوع بالشكل ده. احنا يعني وصلنا لصيغه ان الولد يكون موجود في نادي الزمالك. حلو. انت عارف اللعيبه الصغيره هي استثمار رقم واحد، اكيد حاجه للمستقبل، وانا اعتقد ان هو حاجه هتفيد نادي الزمالك على المدى الطويل، يعني سواء ان هو يكون موجود في الفريق او ان هو يتباع او ان هو يكون استثمار يعني. طب هل في نسبه اعداد بيع للنادي البرتغالي؟ بس انا مش متذكر هي كام بالظبط. في نسبه، في نسبه اعداد بيع للنادي الزمالك. وصلنا للموضوع ده ان نادي الزمالك اخده فري، هو جاي الزمالك فري، جاي الزمالك فري مقابل نسبه اعاده بيع للنادي البرتغالي. النادي الزمالك ما دفعش فيه اي حاجه خالص، لكن زي ما يعني احنا اقنعنا النادي بالمشروع بتاع نادي الزمالك وان هم ممكن يستفيدوا بوجود الولد في نادي الزمالك واعاده بيعه في المستقبل، وده اللي حصل. طب هل في مثلا بند اللي هو بعد كذا موسم ممكن يحقق نادي البرتغالي اللي هو ياخده ولا لا؟ لا 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 مفيش. لا لا هو مفيش غير نسبه اعاده بيع بس. هو يعني عقده لاعب نادي الزمالك لمده 4 سنين.